واو الرجل العنكبوت سبايدر مان في كل مكان. انا هو الرجل العنكبوت سبايدر مان، بحارب الاشرار، بدمرهم، بمزقهم، بفجرهم، بكسرهم. انا هو قاهر الاشرار. انا دائما وابدا بستخدم خيوط العنكبوت من صديق العنكبوت. هذا اللي قدامك العنكبوت الصغير هو السبب ان الان انا سبايدر مان. انا كنت شخص طبيعي رايح على حديقة الحيوان والعناكب، بعديها قفز علي هذا العنكبوت وقرصني على يدي، وبعديها بلشت اكتشف حالي وقدرات الخارقة شوي ويعني سويت وخيطت هاي البدلة الاسطورية وسميت حالي الرجل العنكبوت سبايدر مان الاسطوري. يا سلام انا اصدقائي الابطال الخارقين مثل باتمان، رجل الوطواط، هالك، فلاش، الكابتن امريكا، ثور، الجميع. انا دائما بحاربهم للاشرار. اطلعوا كيف ملابس الممزقة، واطلعوا كمية خيوط العنكبوت اللي انا بستخدمها، كمية كبيرة جدا. في هاي الصورة انا كنت جالس بحارب في الجيش الشرير، كان جيش يعني قدامي كثير شرير، لكن في قدرات الخارقة وبالقوة تبعتي قضيت عليهم. وانا الان راح افتح هذا الصندوق واطول بلوكات الاسطورية واروح ادور اذا في شرير اقضى عليه، واذا في طيب اساعده واضمه الى فريق اذا كان من الابطال الخارقين. يلا الى اللقاء يا عناكب الجميلة، الى اللقاء يا رؤوس الوحوش اللي قضيت عليها مثل كريبر، زومبي، سكيلتون. يا سلام، انا جيت لهذا العالم وانا الان بدي ادمر هذا البشرية. ها ها ها، سامعين هذا الشرير بداخل هاي الجزيرة. انا الان راح اروح عليه باقصى سرعة لدي. بسرعة يا سبايدر مان، احنا الاثنين يعني احنا الان بدنا نروح نوصل طريق عليه لهذا الشرير. هيني جيت. ايه انا وراءك يا جميل. ايه، فينوم الشرير. فينوم الشرير لديكم، كل الخوف عليكم. انا وفينوم الشرير اكبر قاتل على وجه الكرة الارضية، وانا اليوم اجيت على هذا المكان علشان انا بدي ازمرك يا سبايدر مان. في احلامك هذا الكلام؟ انت مش راح تسوي ليش اللي بتحكي عنه. انا إيه؟ وين اختفى هذا؟ إيه؟ هيو تعال لهون، انا بدي اسوي مثل ايه وبدي اجم عليك. خذ لك تعال لهون يا سبايدر مان، انا بدي عليك، انا اللي راح اخضع عليك. انت غبي وشرير بنفس الوقت، انا راح افرجيك شو راح اسوي فيك. فينوم الشرير، انت كتلة من الفيروس، كتلة من القرف، وانت جايك اجتمعت مع بعض وانت شرير صرت مثل هيك. انا راح ابني الف حواليك. يا ويلي، شو هذا، خذ لك هيا فينوم يا شرير. انا شرير وجيت على هذا العالم علشان اول اشي راح اسويه هو قتل سبايدر مان، ثاني اشي قتل البشر، ثالث اشي تدمير الكرة الارضية والذهاب الى الفضاء. اوها، بدك تروح على الفضاء؟ قلت لي بدك تروح على الفضاء وانت في قبرك. انا رح احقق لك حلمك، لكن الحلم تبعك رح يكون في القبر في الفضاء. مستحيل، تعال لهون يا جميل. يلا انا بدي رح اضربه مثل هيك. ايه يا ويلي، تذكرت اشي كثير مؤلم. فينوم، تتذكر لما كنت انت طيب؟ انا ما عمري كنت يا ويلي. نعم متذكر، ايام مرقت. شايفين هيو بطل يضرب لانه تذكر. فينوم، كنا انا وياك اطفال مع بعض نلعب في المدرسة مع بعض، لكن كل واحد راح على سكة وكل واحد راح على طريق. وانت مثل ما انت شايف انا تغير. انا اخترت سكة الشر، اما انت اخترت سكة الخير، وهذه السكة انا ما عمري شفتها بحياتي.
أنا راح أفرجيك إياها اليوم يا صديقي. تفرجيني سكة الخير؟ نعم بكل تأكيد، يعني هذا الكلام مش لازم يكون موجود، يعني هذول أدوات التعذيب لازم ما تكون موجودة في جزيرتك أبداً أبداً. أنت في حد بحبك؟ يا ويلي، كل الناس بتكرهني، كل الناس بتخاف مني، لأني أنا مرعب، طلع على أسناني، لما يشوفوها بفكروني يعني إني أنا أشرر واحد في وجه الكرة الأرضية، طلع لساني حتى. يا ويلي صحيح كلامك. طلع لساني، بتعرف قديش طوله؟ متر ونص، متر ونص، علشان آكل اللي بدي إياه. يا ويلي، والله حالتك خطيرة، لكن هذا جسدك جالس بتكون لأنك شرير، خلاص أنا بجيب لك معجون أسنان فوركس 5 بيصير لامع و... يعني ناصع البياض ونظيف. نعم يا سلام، انا بدي اطلب شغله من المتابعين، لانه انا بدي اصير واحد طيب ومسلم واسطوري. انا اول اشي راح اطلب منهم انهم يضيفوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويحضروا كل فيديوهات القناه الجديده والقديمه. نعم ضيفوا اللايك ولا تنسوا ضيافه اللايك يا صديقي فينوم. تحط راسك وانت ايه شو، يلا بدي اشوف بدي اشوفه اذا هو لساته شرير والله صار يعني طيب. يلا الان انا تحط راسك هون تعال، يلا يلا نبدا بدي اشوف، يلا يلا اذا نزل علي بيكون هو شرير. خلينا اشوف. واحد اثنين ايه يا ويلي هالفخ، يعني تثق فيني انت لهالدرجة؟ لا لا انا ما راح اسويها، راح اصير طيب يا صديقي السبايدر مان. نعم يا صديقي انت راح تصير طيب وراح تشيل كل الهياكل العظمية عن جزيرتك، ويلا تعال معي. شوف شوف نعم. شوف يا سلام، هذا هو صديقي فينوم اللي بحبك وانا كمان ساعدني. واو شكرا لمساعدتك. العفو العفو، بس بصراحة انا جوعان لاني ما اكلتش بشر من زمان. واو بيتزا، عمرك اكلت البيتزا؟ يا ويلي انا ما عمري اكلت الا بشر. شو هذا البيتزا؟ اي شيء ما بتعرفه انت خم نم نم. زاكي نعم بنصحك انك تجربه. زاكي نعم شوف كيف بده ياكل الثلاثه في لقمه واحده، يلا يلا خم نم نم. واو ايو اكلهم شايفين ما يعني صراحة. زاكي ما انت هيك اكلت، احكي لي رايك. يا ويلي طعم غريب غريب. ايه شو حاطين هون عليها؟ جبن؟ نعم جبنه الفول السوداني. جبن جبن جبن، يا سلام ايش هالحمرة هذي؟ هذي لسان بشر؟ لا لا ما في، احنا ما بنستحمل. اوه جبني هاي سلام جبني. وسلامي هاي سلامي سلامولي سلامني سلامولي سلامونيا، ايش اسمها؟ سلامة سلامي. يا وين نسيت نسيت هاي اسمها سلامي سلامي سلامي, سلامي اسمها. نعم سلامة قال سلامي سلامي. ايش تاكل هاي الصورة؟ ولك صورة لانها صورة. عجبتك يا جوعان؟ جوعان والله عجبتني يا صاحبي. جوعان تحط لي كمان شوية بيتزا؟ خلاص نعم. حط لي اياهم. يلا راح احط لك اياهم وانت راح تجرد لي اياهم اول ما احط. يلا اجرد اجرد على طول. يلا 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 اجرد 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 يا صديقي اجرد. بتاكل الجزيرة انت جالس. اجرد 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 بسرعة بسرعة بسرعة. مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. هيا جالس بياكل البيتزا. تعبى بطنك ولا لسه؟ لسه لسه لسه. يلا يلا مثل هيك. خلينا نعبي له هذا المكان البرج الكامل من البيتزا اللامعة الاسطورية. خلينا احط هون وخلينا احط هون. حط هون وحط هون هون بسرعة بسرعة يا سبايدر مان. خلص يا لازم نخلص الوقت الان يا اخوي. يلا يلا خلص وقتك. يلا يلا بتاكل اخر وحدات مثل هيك. كيف تقيمهم؟ لذيذ. واحد من عشرة. واحد من عشرة لذيذ؟ لذيذ لذيذ لذيذ. يلا يلا طلع احنا في مكان والله خالي. عشرة ما عشرة. يلا يلا الان رأي. ليش الزلمة حطيت هاي؟ انا ايش كم تقييمي انا ولا؟ عشرة من عشرة. لانه انا ايش؟ نضيف لذيذ. هاي بكسر راسك بتتهبل مثل هيك. انا هو الرجل يا وير يعني البيتزا عطيتها 1% وهي لذيذة. انت 10% 10 من عشرة يعني. يلا طيب بحبك انا بحب اكلك بس يعني انت صاحبي. يا ويلي انت بتقيم يعني بدك تاكلني يعني من ناوي تاكلني؟ ما راح اكلك. واو سيارتي إيه؟ الاسطوريه ميجا كون درالدو درالاندو سبايدر مان.
هاي مش درالدو هذا، اورالدو، 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 درال دكتور لاندو. يا سلام يا سلام، اركب اركب اركب. طب هاي سيارتي حرام عليك. والله حلوة كتير، خلاص احنا وياك صحاب مثل بعض. نعم نعم، شوف المنطقة هاي الجميلة، الشامخة الاسطورية، ما اجملها، جميلة جدا صحيح. بالتأكيد رائعة وجميلة وأسطورية كتير كتير. يلا يا صديقي انت جاهز؟ وين دخلتني يا صديقي؟ بدنا نروح في رحلة أسطورية إلى ما لا نهاية في هذه السيارة البوجات السريعة، بوجات سبايدر مان، سيارتي. يلا طير. واو يا سلام، ايش اشبه بالخيال، فينوم صار طيب وبطل ياكل بشر. يا سلام. واو.